نيهاو من مقاطعة هونان وتحديدا من مدينة جوجو. اليوم سنزور شركة CRRC، الشركة المذهلة التي وضعت مدينة جوجو في قلب صناعة النقل بالسكك الحديدية. يلا جوجو. تستخدم منتجات CRRC في 6 قارات وأكثر من 50 دولة ومنطقة. هذا القطار من الجيل الثالث والمطور من شركة CRRC لخدمة القطارات الكهربائية في ماليزيا ETS. هذا القطار مكون من 6 عربات ويوفر 312 مقعدا مع سرعة تشغيل تصل إلى 140 كيلومتر في الساعة. لنكتشف هذا القطار معا. تم إضافة الكثير من العناصر الماليزية في التصميم الداخلي للقطار كالزهرة الوطنية لماليزيا بونغارايا. ويوجد داخل القطار مكان مخصص للوضوء والصلاة. سيزيد القطار من القدرة الاستيعابية للركاب والكفاءة التشغيلية، ما يعزز تحديث النقل بالسكك الحديدية في ماليزيا. حقق تعاون الحزام والطريق بين الصين وماليزيا إنجازات كبيرة في مجال النقل بالسكك الحديدية، ما أفاد البلدين والشعبين.